السلم المنير. انت عزفت يا بتاع البيانول، وقعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في السلالم، وهو السلم المنير. يعني ايه سلم منير؟ اخدنا في حلقات السلالم بتاعتنا بتاعت كورس الار جي تي، وحلقات السلالم بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كورس الار جي تي عشان تجميع كل السلالم للناس اللي عاوزه تشتغل على البوزيشنز على طول، من مش عاوز يبتدي في الكورس يعني من الاول. اخدنا سلم مشهور جدا، السلم الميجر، الميجر سكيل او السلم الماجير. لو احنا تخيلنا سلم دو ماجير، زي ما انت شايفه قدامك دلوقتي، دو الدرجه الاولى، ري الدرجة الثانية، السلمة الثانية، مي السلمة الثالثة أو الدرجة الثالثة، فا سول لا سي، والثامنة بتاعتي اللي هي الأكتاف اللي هي نمرة 8 اللي هي الدو تاني، برجع أبدأ سلم جديد أعلى شوية. فده بالظبط التركيب بتاع السلم الماجير بتاعي. السلم الماجير بتاعي مسافاته 1 1.5 1 1 1.5، دي المسافات بتاعته كتون، تون تون نص تون 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 نص. لو انت عملت اي سلم بالمسافات ديت حتى من غير ما تبص على الاسم بتاعه، يعني انا لو مشيت تون تون نص تون تون تون، عمل لي سلم ماجير انا حتى مش عارف السلم ده وضعه ايه، انا عملته كده. لو قدرت اعمل المسافات ديت على الجيتار صح، تون تون نص تون 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 نص، بيطلع لي السلم الميجر. عشان نخلي السلم الميجر سهل جدا ان احنا نعزفه، طبعا مش كل مرة انا هقعد ادور بقى انا عملت السلم دوت وادور على تون 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 نص وتون تون تون نص على الجيتار، طبعا مش هخلص. ده العازفين مستنيني في الفرقة، او الناس قاعدة مستنيين ان انا هعزف على سلم معين، فطبعا مش هينفع الكلام ده ان انا اقعد اجرب بقى ادور على المسافات بنفسي عشان اعرف السلالم. طبعا في مرحلة متقدمة بتلاقي نفسك حتى كمان دخلت في دي وبدأت كمان تفهم الموضوع اكتر وتهضم، وبتعمل الموضوع بمسافات كمان لغاية بقى ما توصل لبتا موسيقى عظيم وعبقري. الجيتار ده بيبقى حتة منك، انت مش بتفكر انت بتعمل ايه عليه، انت على طول بتخش وتطلع روحك على الجيتار كأنك بتعزف، كأنك بتغني بحنجرتك. خلينا في الموضوع، احنا عشان نعمل سلالم على الجيتار ونخليها سهلة للناس تشتغل عليها، ابتدت الناس تفكر تعملها عن طريق حاجة اسمها الباترنز، زي ما احنا شرحناها في الحلقات بتاعتنا قبل كده في حلقة الباترنز. الباترن او الباترون، زي عارف باترون بتاع زمان بتحطه عشان الخياطة تعمل نفس القصة لعشرين مليون واحد، فبتعمل باترون من القماش او باترون من الورق وتخيطه على او تدبسه على قطعة القماش وتقص عليه القماش فيطلع القصة صح 20 مليون مرة. هو ده بالظبط الباترون او الباترن بتاعتنا بتاعت الجيتار. فانا اخترت باترن من الباترنز بتاعتي اللي هي هبدأها من صباع صغير على الوتر السادس. دي الباترن بتاعتي اللي هتعمل الدو ماجير، فانا واقف عند الدو ده اول اكتاف، هنعملهم الاثنين على بعض، دو ري مي فا صول لا سي دو ري كده. انا عملت السلم اوكتافين. الدرجة الستة من اي سلم ماجير، الدرجة الستة من اي سلم ماجير هي السلم المنير الخاص بي. طب يعني ايه سلم منير؟ انا هعزف دلوقتي السلم الماجير، شوف طعمه ايه وطعم الحياة فيه ايه. يعني لو عملت السلم المنير بتاعه اللي هو على نفس النوت، انا مغيرتش، ما دخلتش سلم تاني خالص، هو نفس السلم بس بدأته من حتة تانية. اسمع بقى، حزين مش كده؟ الاولاني كان فرايحي، التاني حزين. هو ده بالظبط الفرق بين الميجر والماينر. عندنا في الموسيقى الشرقيه بيسموه العجم والنهاوند. العجم هو الخواجاتي اللي هو الغربي الفرايحي، والنهاوند اللي هو الحزين الشرقي. فالسلم الماينر او سلم المينير ده عباره عن مود حزين من السلم الميجر دوت. طب اجيب منين السلم المينير؟ كل سلم ماجير ليه سلم مينير خاص بيه، ليه علاقه بيه. ليه؟ لان السلم الماينر هو الدرجة الستة من السلم الميجر. احنا قلنا ايه؟ 1 1.5 1 1 1.5
اللي هو المسافة بين السبعة والثامنة، فيبقى الستة بتاعتها واحد، وبعدين نص كمان عندي من الاكتاف، يبقى واحد ونص تون برجعهم لورا. لو رجعت لورا من اسم السلم واحد ونص تون، هتطلع السلم الماينر بتاعه ازاي؟ وريني كده على الباترن. الباترن بتاعتي انا بدأتها من الصباع الرابع عمدا. ليه؟ لان انا عايز افضي الصباع الاول والتالت عشان يعملوا النوتة ونص اللي راجعين دول. فمن الدو هنزل نص تون وانزل على الله تون كامل بعدها، فيبقى واحد ونص تون بالراجع. واحد ونص تون بالراجع ده انا بدأت السلم الماينر بتاع الدو ماجير، وهو الله منير. بص بقى المود بتاع سلم ماجير، فرق بين المودين الماينر والميجر. طب هو السلم المينير ده كده سهل خالص، ده انت كده انا سهل قوي ان انا اعزف السلم المينير ده واتعامل كل اللي انا عاوزه. لا، خلي بالك بقى، في انواع من السلم الماينر ده. انواع السلم الماينر دوت وبيشتق منه حاجات تانية كتير، بس احنا نقول الانواع الرئيسيه بتاعته. النوع الرئيسي الاولاني بيسموه الهارمونيك ماينر. الهارمونيك ماينر قال لك ايه؟ قال لك المسافة ما بين النوتة السبعة والنوتة التامنة في أي سلم لازم تبقى نص تون، عشان تديني النص تون اللي أنا عايز أشتاق فيه أرجع للنوتة الأساسية. فأنا لو رفعت النوتة اللي قبل الله، اللي هي اللي قبل الله الأكتاف يعني التمانية، وخليتها نص تون بس قبلها، معناه أنا هرفع الصول، تبقى الصول دييز. بس الصول دييز ديت بس في السلم الله ماينر، إنما مش هتبقى في سلم الدو ماجير. إحنا عندنا السلم الدو ماجير الصول عادية، ما فيهاش صول شارب ولا جي شارب ولا سي ولا صول دييز. فلو أنا رفعت الصول نص تون، هيبقى المسافة ما بين الفا والصول مش تون واحد، دي هتبقى نص تون ونص، والمسافة ما بين السول دييز وما بين اللا نص تون. فاسمع بقى طعم السلم ده بيبقى عامل ازاي. ده عربي خالص. عربي خالص، لانه قريب جدا من سلم الحجاز بتاعنا، او هو سلم الحجاز بتاعنا. فلو انت رفعت النص تون بتاع النغمة السبعة اللي هي في السلم الماينر هتلاقي تون، لو رفعت التون ده وتبقى نص تون بس، فتضطر تبقى المسافة ما بين الستة والسبعة تبقى تون ونص، هيطلع لي السلم الهارمونيك ماينر، بيسموه الماينر الهارموني. الماينر الهارموني في انواع تانية. قال لك لا، ما هو كده المسافة اللي هي التالتة الصغيرة ديت، او اللي هي التون ونص ما بين الستة والسبعة، ما عجبتش ناس كتيرة قوي. قال لك لا، دي موسيقى الشيطان، واحنا عايزين ما فيش مسافة في الموسيقى الغربية. ده الكلام ده في القرون الوسطى يعني، مسافة ما فيش اساسا مسافة تون ونص خالص بين اي نوتين، والشيطان هيلبس فيها وحاجات كده يعني، عفاريتي وبتاع. فاضطروا بقى، يقال لك هنرفع كمان الستة نص تون، فانا هرفع الستة والسبعة نص تون وانا طالع، وحنزلهم وانا نازل. ده بيسموه الميلوديك ماينر. مش ناس كتير قوي بتستعمل الميلوديك ماينر دوت، ولكن هو موجود لناس كتيرة بتكتب بيه مزيكا. يعني انت ممكن تكتب الميلوديك ماينر ده في المزيكا، ترفع الستة والسبعة وانت طالع وتخفضهم وانت نازل. فتخفضهم وانت نازل ده معناه انك هتعمل وانت نازل الهرمون النورمال اللي هو الناتشرال ماينر، او السلم الطبيعي اللا مينير الطبيعي، بس وانت طالع هترفع الستة والسبعة، فهيبقى معاك في السلم دوت الفا دييز والسول دييز. طب نسمعه كده. هو نوع من المينير بس ليه طعم مختلف، طعم حلو يعني. ده بيسموه الميلوديك ماينر، او الماينر الميلودي.
التاني اللي هو اللي شبه الحجاز بتاعنا دوت هارمونيك ماينر، وفي ناتشرال ماينر، الماينر الطبيعي اللي انا ما بحطش عليه اي علامات تحويل من السلم المجاري. شوف بالسلم المجاري طلعت منه ثلاث سلالم مشتقين منه، كل واحد ليه طعم غير التاني. بتستعمل ده في استعمالات وتستعمل ده في استعمالات. ليه بيبقى عندي سلالم كتيرة بتطلع؟ وهناخد كمان في حلقات جاية هتاخد أنواع تانية من السلالم كتير وبتاع، خليك معانا مستمر. ليه أنا بتعلم سلالم كتيرة وبعمل سلالم دي كلها ليه؟ لأن أنا في مرحلة ما لما هكتب موسيقى أو أن أنا هحاول ألف موسيقى هيبقى عندي الأدوات بتاعتي. كل ما كان عندي ألوان كتيرة في علبة الألوان بتاعتي وفرش كتيرة وأنواع ألوان ليها بريق مختلف، ده معناه أن الباليتة بتاعتي كبرت وأن أنا ممكن أعمل أعمال فنية أغزر وأعمق وأجمل وتعبر بالفعل عن الحالة اللي أنا بحس بيها. فأوعى تفكر أنك أنت لما تحفظ أنواع كتيرة من السلالم ده لود عليك، لا بالعكس، انت بتزود علبة الالوان بتاعتك. مادة بيبقى فيها 3 الوان، يبقى فيها 6، يبقى فيها 12 لون، يبقى فيها 12 لون فولوماستر و12 لون زيت و12 لون جواش و12 لون الوان رصاص و12 نوع من القلم الرصاص. انت عندك بقى ترسانة من الادوات اللي تقدر ترسم بيها اللوحة الموسيقية بتاعتك. اتمنى ان انا اكون افدتكم بالسلالم الماينر، واشوفكم الحلقة الجاية.